وهن كل السكينة ديال مدينة القنيطرة بالصعود ديالها. وأشكر كل الفعاليات اللي ساهمت سواء من بعيد سواء من قريب لتحقيق هذا الحلم. لاعبين، مشجعين، مسؤولين، كل من وضع حبة ملح في هذا الطلوع. فما يجب قوله هو أننا الصعود أعتبره أنه الخطوة الأولى، لأنه أتمنى للنادي القنيطري أن يعود ليكون نسخة لنسخة الثمانينات، لأنه خلى واحد الأثر طيب في ديك السنوات اللي كان ربح البطولة مرتين، ذاك الجيل الذهبي. فالصعود الآن للقسم الثاني ليس إلا خطوة، والبقاء في القمة كما يقول الصعود إليها أصعب من الصعود إليها. فنحن في هذه المدينة يعني كان الحلم ديالنا ولا يزال، وأملنا هو أننا نرى النادي القنيطري في حلة جديدة في مستوى كما هو شائع في كل البلدان المغربية. يعني عنده واحد الطابع ديالو اللي كان معروف به، يعني المتعة والفرجة والنتيجة. فاحنا باقي عندنا هذاك الأمل، والأمل من يعني اللي كيف تقولوا اللي ما يعيش بلا أمل، فيعني يستسلم يعني من الحياة. الأمل دائما باقي عندنا. تنشكر كل مرة أخرى الجمهور والمسيرين واللاعبين اللي ساهموا في هذا الطلوع، ونتمنى العودة تكون عودة مشرفة ومثمرة حتى نحقق الصعود إلى القسم الوطني الأول، وهذه هي المكانة التي يستحقها هذا النادي الكبير العريض اللي خلاه واحد البصمة ديالو منذ تأسيسه سنة 1938.